احنا معانا على الهاتف اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني الحقيقة العلاقات المصرية القبرصية والمصرية القبرصية اليونانية فيها الكثير، ودائما بيكون في يعني انواع مشاركة من التدريبات، لكن لاول مرة بيكون في تدريب ما بين القوات الخاصة لكلا البلدين. ايه أهمية التعرف على الخبرات المتبادلة والقتالية ما بين القوات الخاصة لكلا من مصر وقبرص؟ هي التحديات واحدة والعادات تقريبا واحدة، وبالتالي وجوب ان احنا نكون على فلسفة واحدة واستراتيجية واحدة، يكون في تعاون في تعرف على الصفات والتجانس بين القوات وبعضها البعض. فيمكن ده كان احد الاهداف الرئيسية في البداية للتعرف على هذه الصفات، وبالتالي التعرف على قدرات الأسلحة وخواصها الفنية والتكتيكية، وبالتالي التعاطي مع شكل التهديدات والتحديات من خلال التعامل بفلسفة جديدة تتمثل في ان دي قوات خاصة لها متطلبات، وفي نفس الوقت عليها حجم من التحديات عايزة تجابه، ويبقى في توافق ذهني ما بين القوات بعضها البعض من جهة ومن جهة تانية كتدريب مشترك بيوحد الجهود ويخلينا كلنا على قلب رجل واحد في اتجاه العدو اللي احنا عايزين نهاجمه، او في اطار تحقيق المصالح المتبادله بين الدولتين. بحقق مصالحي بعمل على تعزيز التعاون العسكري من خلال هذه التدريبات، وفي نفس الوقت ببقى انا والطرف الاخر اللي هو بيعمل معاه التدريب كقوه صديقه او شقيقه اللي هي قبرص تحديدا في بطليموس 21، بنقدر نحدد كيفيه مجابهه تحدي مشترك او عدو مشترك بيننا احنا الاثنين، وده بيعزز هذه الجهود في اطار من التعاون والثقه المتبادله بين الجنبين. يعني ازاي ممكن فعلا ده يعني يعزز القدرات العسكريه الفعليه للبلدين؟ يعني بنكتشف خبرات مختلفه، يعني خبرات القوات دي غير خبرات القوات دي، بيحصل نوع من انواع التجانس اللي ممكن يستفيد كل منهم من الاخر. طبعا في تبادل خبرات بصفه عامه، يعني موضوع تبادل خبرات وتعزيز اطر التعاون بين الطرفين. فتبادل الخبرات جاي من هنا، انا عندي خبرات معينه في بيئه انا البيئه بتاعتي مختلفه بعض الشيء عن البيئه بتاعته كبيئه قتاليه، يعني انا ارض صحراويه هو ارض زراعيه، يعني في اختلاف في البيئات دي. فبالتالي انا بنوع هنا وبشوف زائد ان القوات الخاصه بتعمل في اي الاجواء واي الاراضي، في كل الاراضي واي اجواء بفلسفه واحده او بقدره واحده. فبالتالي انا القوات الخاصه لما تطلع تشتغل عنده تعمل تدريب معاه بتجيب يعني بتستفيد من الخبرات الموجوده عنده. في عنده اسلحه جديده ممكن ما تكونش عندي، بتعرف عليها، بشوف خواصها، بشوف اللي يعود بالنفع عليا. انا عندي في خلال الشهر اللي بعد القادم ان شاء الله نهايته، يعني يوم 29/11 معرض ايدكس. واكيد قبرص هتشارك معانا طبعا بشكل في المهم. في خبرات قبل كده ده بيؤكد على ان في علاقات مستمره بقى. وهنا انا شفت الاسلحه الموجوده ممكن اتعاقد على حاجه زي كده. هو يشوف الاسلحه اللي عندي يتعاقد عليها، خصوصا انا بقول لحضرتك التحديات تقريبا مشتركه والعادات لمصر وقبرص واليونان تقريبا فعلا تقريبا مشتركه واحده. فبالتالي لما نعزز قدرات التعاون بنعمل حاله من الرادع في طريق في اطار رسائل بتتقدم هذه الاعداء، بنقول لهم احنا جاهزين وعلى استعداد وعلى كفاءه، فما يفكروش مجرد تفكير ان هم يحاولوا ياثروا على مصالحنا او يعملوا ما من شأنه احداث ثقب في العلاقات المصريه او في الركائز المصريه او القبرصيه او اليونانيه في نفس الوقت. احنا الموضوع ده مش وليد لحظه ولا صدفه، ده بالعكس احنا على مدار الاسلحه الثانيه كنا بنعمل ميدوزا، وحضرتك شفتي وسمعنا قبل كده ميدوزا 1 و2 و3 و10، يعني عدد من التدريبات المشتركه من التدريبات السابقه طبعا كثيره جدا. كتدريبات سابقه، ولكن التدريبات الخاصه القوات الخاصه المره دي تعد الاولى من نوعها في هذا الصدد او في هذا الاطار. انا بشكر حضرتك جدا سياده اللواء عادل العمده، المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا.